المغرب سيعرف واحد المرحلة خطيرة، وأن الخطر جاي للحل ديال الملايين ولا الملايير ديال السنتيمات اللي غادي يخلص المواطن المغربي. غادي يوصل المغرب واحد لفايت ولا واحد الإفلاس اللي كان وكيل العام هو قرر على أنه يفتح تحقيق حول ملابسات وفاة. هو خائن وكيفكر فقط في راسو، نقدروا نخلصوا عليها 30 درهم. السلام، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. قبل ما نتطرق لمواضيع هذه الحلقة، أود الاعتذار عن الغياب الذي طالني لهذه المدة كاملة ولا هذه الأسابيع كاملة، وكنظل على أن أكثرية الناس المتتبعين ديال القناة كيعرفوا باللي أنني كنت في حداد على الحدث الأليم الذي ألم بنا الأسبوع الماضي، وهو وفاة السيد محمد الفيلالي رحمة الله عليه، الأب ديال عدنان فيلالي. ومازال غنطرق لهذا الموضوع في اخر الحلقه. بزاف ديال الناس سولوني على السبب ديال الوفاه، وغادي نتكلم عليه، واش هو سبب ناتوريل ولا كريمينال، وشنا هي لي كونديسيون ميستيريوز اللي مات فيها السيد محمد الفيلالي. غنتكلم على هادشي في اخر الحلقه. عدنا لتغطية الأحداث ولتحليلها، واليوم إن شاء الله فهاد الحلقة غادي نتكلموا على ثلاثة مواضيع مهمة ومهمة جدا. أولها هو ميزانية البلاط أو القصر الملكي، وأرقام صادمة وغير مبررة أعلنت عليها البارح وزارة المالية في مشروع قانون المالية ديال السنة القادمة. وجدوا راسكم، لأنكم الأرقام اللي غادي تشوفوها خرجت فيما يخص ميزانية البلاط والقصر الملكي وللملك محمد السادس، كم يؤدي الشعب المغربي من أجل هذه المصاريف كاملة. في الشق الثاني من الحلقة غادي نتكلموا على البرلمان البلجيكي وتطرقه لمرض الملك محمد السادس وتداعياته الخطيرة على المغرب والمغاربة، وما أفصح عنه النائب البرلماني فيما يخص الملك محمد السادس. في المحور الثالث والاخير غادي نتكلموا على الخطر او الافلاس المبرمج اللي غادي يكون عند الدوله المغربيه، واللي غادي تكون تداعيات ديالو خطيره على المواطن المغربي ان لم تقم الدوله المغربيه او المسؤولين المغاربه بانقاذ ما يمكن انقاذه. دونك الا كانت عجبتكم هذه الحلقه وبغيتوا تعرفوا التفاصيل ديال هاد المضامين الثلاث، المرجو تبقاو معايا حتى الاخر. ولا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي اولا باقين ما مشاركينش في القناة، المرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش اشوف اخر شي فيديو وتوصلكم لا نوتيفيكاسيون. تلقاو من ورا الجينيريك. الو، غادي نبداو بالملك محمد السادس، وغادي نشوفوا شحال غادي يكلفنا في 2023 كمؤسسة، ومن بعد عاد غادي نمشيو للبلاطات ديالو والقصور والخدم والحشم ديالو، نشوفو حتى هما ونعطيو شحال غادي يكلفوا المواطن المغربي لسنة 2023. نبداو بمخصصات السيادة لمؤسسة جلالة الملك، واللي غادي تكلف المواطن المغربي اكثر من 51 مليار سنتيم لسنة 2023، ونزيد عليها كذلك القوائم المدنية واللي غادي تكلفنا اكثر من 2.6 مليار سنتيم. هادشي فيما يخص مؤسسة جلالة الملك. الوغ جمعوا المونطون الاول اللي هو 2.6 مليار سنتيم مع المونطون الثاني اللي هو 51 مليار سنتيم، وشوفوا شحال غادي تكلف المواطن المغربي مؤسسة جلالة الملك. زيدوا عليها واحد المؤسسة اخرى، وعلى حسب قانون مشروع المالية ديال 2023 سموها البلاط الملكي. الوغ هاد المؤسسة ديال البلاط الملكي ولا القصور ديال الملك محمد السادس هي فيها جوج ديال الشقين. الشعب المغربي خاصو يخلص الشق فيما يخص الأعوان والموظفين، وخصص قانون مشروع المالية لسنة 2023 مبلغ اكثر من 57 مليار سنتيم مخصصة ولا غادي تخصصها ولا غادي يخلصها الشعب المغربي ولا المواطن المغربي للخدم والحشم والموظفين والأعوان ديال القصور
العصور الملكية للملك محمد السادس، زيد عليها المعدات والنفقات وأشياء أخرى مخصصة للبلاط، ما غاديش نقول بالسنتيم لأنها أرقام خيالية. ألوغ جمعوا المونطو الأول ولا القيمة الأولى والقيمة الثانية فيما يخص مؤسسة صاحب الجلالة، زيدوا عليها القيمة الثالثة والقيمة الرابعة فيما يخص بلاطات صاحب الجلالة، وشوفوا شحال ديال الملايين ولا الملايير ديال السنتيمات اللي غادي يخلص المواطن المغربي فقط لسنة 2023، وهذا فقط ما أعلن عليه واللي هو رسمي واللي تبان واللي كيشوفه المواطن المغربي، وما خفي كان أعدم. بين قوسين وللإشارة فقط ولا بالمقارنة مع السنة الماضية، فإن ميزانية البلاط زادت بأكثر من 2.6 مليار سنتيم غير بارابور لاني ديرنيير، ولا بالمقارنة مع السنة ديال 2022، ولا نعلم السنة القادمة هي شحال غادي يزيدوا بارابور هاد السنة ديال 2023. غير باش تعرفوا اين هي الثروة، ولا جينا نقارنوا هاد الميزانية ولا هاد الاموال الضخمة وهاد الارقام القياسية اللي كيخسر الشعب المغربي على جلالة الملك وعلى بلاطاته، فهي اضعاف واضعاف ما يؤديه الشعب البريطاني للملك ديالهم، وهي اضعاف واضعاف ما يؤديه الشعب البلجيكي للملك ديالهم، وهي اضعاف كذلك ما تؤديه ولا ما يؤديه الشعب الاسباني للملك ديالهم. لا جينا نقارنوا المستوى المعيشي او الصحة او التعليم او التطبيب ديال هاد المواطنين ديال هاد الدول الاخرى مع المواطنين المغاربة، فان هناك فرق شاسع وكبير بين مواطن مغربي ومواطن انجليزي او مواطن بلجيكي وكيف يعيش. وهذا ما يجرني للحديث او للتطرق للشق الثاني من الحلقة، حيث قام نائب برلماني بلجيكي للتطرق او بفضح ثروة الملك محمد السادس داخل البرلمان البلجيكي، لان في الدول الديمقراطية ولا في الدول اللي كتحترم المواطنين ديالها ما عندهمش طابو على انهم يتكلموا على الميزانيات ولا يتكلموا على الرئيس ديالهم شحال كيتخلص ولا شحال كيكلف المواطنين ديالهم، فقط هادشي فقط في الدول الديكتاتورية. ولكم المغرب كمثال، لانني ما عمرني ولا ما عمرنا ما شفنا شي نائب برلماني مغربي ولا شي مسؤول عن حزب مغربي، حنا عندنا كتقولوا استقلالية السلطة، ما عمرني ما شفت شي سلطة داخل المملكة المغربية ولا شي حزب تكلم وناقش الميزانية داخل البرلمان ديال الملك محمد السادس، وقال باللي هاد الارقام ولا هاد الاموال الطائلة اللي كلفنا البلاط الملكي ولا اللي كلفنا مؤسسة صاحب الجلالة ولا اللي كلفنا اعوان ولا الخدمات ولا السفريات ديال الملك محمد السادس ما تتماشاش مع القدرة المعيشية للمواطن المغربي. وهذا الشيء اللي تكلم عليه برلماني بلجيكي داخل البرلمان البلجيكي تكلم فيما يخص ثروة الملك محمد السادس وفضحوا نيت نار دهار بيركين فلامين مار نار ماروكو يفينت هذا المال ان غوت ايدي ان دان بنتو فرباست هادو ستيم فرليست اس ماروكو از هذا الانتويكلينغسلاند. وهالنائب البرلماني البلجيكي تكلم داخل البرلمان البلجيكي وفتح الثروة الضخمة للملك محمد السادس وكم يكلف المغاربة، ليس بالضرورة حبا في الشعب المغربي ولا في المواطن المغربي المحقور. منير يامبون إذا دلنت بيكلينسلاند ويت وي وارد فورتان إس فان دي كونينغ فان ماروكو 6 مليار يورو 6 مليار يورو دي كونينغ فان ماروكو. De koning van Marokko heeft 2 privévliegtuigen, heeft 600 auto's, zijn er heel wat meer dan nu, ik geef het toe. حيث هاجم الاتحاد الاوروبي والحكومة البلجيكية وقال لهم علاش غادي تعطيو هاد المساعدة ديال 2 مليون الاورو للرباط، بحيث ان الملك محمد السادس ولا الملك ديال المملكة المغربية الله شرا قصر هادي اقل من سنتين وسط العاصمة الفرنسية باريس، والذي تبلغ مساحته
اكثر من 1000 متر. علاش قال هذا النائب البرلماني؟ علاش حنا غادي نعطيو لهاد الدوله؟ بحيث ان الملك محمد السادس هو من اغنى اغنياء العالم. علاش الملك محمد السادس ما تكونش في حس ان الوطنيه ويبغي الخير للشعب ديالو ويبغي الخير للمواطن المغربي المحقور ويسمح في هاد الثروه ديالو ولا يسمح في ديك الميزانيه اللي تكلمت عليها في الشق الاول من الحلقه ويسمح في عدد من القصور؟ واش هو اللي اوبليجي باش انه يخلص المواطن المغربي الميزانيه ديال هاد القصوره كامله؟ وهو كما تشوفوا مؤخرا عاش اكثر من 4 أشهر خارج المملكه المغربيه في قصره بباريس. وهنا كنتكلموا على الذي يحب الوطن واللي وطني، وكنتكلموا كذلك على اللي هو خائن وكيفكر فقط في راسو في الحسابات البنكيه ديالو في قصوره وبلاطاته. ولكم الكلمه في التعليق، قولوا لي شنو تعتقدوا في هذا الشيء. ونمشيو للنقطه الثالثه والاخيره والمهمه جدا باش المواطن المغربي يعرف شنو هو المستقبل ديال البلاد، وهاش البلاد غادة للإفلاس كما فعلت لبنان وعدد من الدول الأخرى. وغادي نفصح لكم على واحد المعطيات خطيرة جدا في المحور التالي. كما تعرفوا كنعرفوا جميع وكيعرف المجتمع الدولي، وسبق لي طرقت هادشي في الحلقات السابقه، باللي المغرب كاين في اللائحه الرماديه فيما يخص غسل الاموال وتهريب الاموال وتمويل الارهاب. دونك من نهار حطوا المغرب كدوله في هاد اللائحه الرماديه ديال تهريب الاموال وغسلها وتمويل الارهاب، هما كيتسناو غير امتى يخرجوا من هاد اللائحه، حيت ما حدهم باقيين في هاد اللائحه ما يقدروش يطالبوا شي كريدي ولا شي قرض جديد من البنك الدولي. البارح كان من المقرر يخرج القرار واش غادي يبقاو في اللائحه ولا غادي يحيدوا من اللائحه، وللاسف المغرب باقي في هاد اللائحه الرماديه، ومن ثم ما يقدرش يطلب قرض جديد ولا يهز كريدي على حساب الشعب المغربي من عند البنك الدولي. قرر المغرب على انه يدعو هاد الاشخاص على انهم يجيو بزياره المغرب باش يشوفوا زعما المغرب كيقوم بواحد الخطوات للامام من اجل انهم يخرجوا من هاد اللائحه الرماديه. ونشوفوا كما كيشوفوا الناس جميع وكما كيشوفوا المغاربه، ما كاين حتى شي خطوات على ان المغرب يخرج من هاد اللائحة، لاننا كنشوفوا المعدل ديال النمو تقريبا بحالو بحال ديال اليمن اللي كاينه في الحروب وتعيش الحروب وما عندها حتى شي حاجه. وهادشي ديجا كنت تكلمت عليه في حلقات سابقه، كذلك تكلمت عليه في الحوار الذي اجريته مع الخبير الاقتصادي السيد فؤاد عبد المؤمن، تقدروا ترجعوا ليه الحلقه وتشوفوا المزيد من المعلومات. الوغ كما قلت لكم في الاول ان المغرب سيعرف واحد المرحله خطيره، وان خطر جاي للمغرب، وان المغاربه خصهم يعرفوا باللي بوتيت غادي يكون واحد الفايت بروغرامي للمغرب، ولا غادي يكون واحد الافلاس مبرمج للمغرب والمغاربه. هو انه غير في هذا الاسبوع قام صندوق النقد الدولي بدعوه المغرب على انهم يرفعوا من المستوى ديال تعم الدرهم المغربي. بنك النقد الدولي كيزيد طلب من المغرب على انه يزيد في النسبه ديال تعويم الدرهم المغربي، وحيدوا ديك النسبه صغيره ويزدخ لفاز الثانيه ولا المرحله الثانيه ويزيدوا في النسبه. المغرب في 2018 قرر على انه يدير التعويم ديال الدرهم المغربي، ودخل في لافاز الاولى ولا في المرحله الاولى من تعويم الدرهم المغربي بواحد النسبه صغيره، يا اما تكون 2.5 الفوق يا اما يكون 2.5 لتحت، ما عمره ما غادي تجاوز 10 دراهم ولا 11 درهم ولا 12 درهم ماكسيموم، ولا ما عمره ما غادي ينقص هذه النسبه. دابا البنك الدولي كيطالب من المغرب على انه يزيد من النسبه ديال تعويم الدرهم المغربي. باي اكزومبل شحال هذيك كنا كنشريو حاجه اللي كتسوى 1 دولار كندخلوها للمغرب كندخلوها ب 10 دراهم، دابا بوتيت تقدر تكون تبقى بنفس 1 دولار، ولكن حنا نقدروا نخلصوا عليها 30 درهم، يولي دولار واحد كيساوي 30 درهم. ولا كان على انه مضطر على انه يمشي لهذه المتطلبات ديال صندوق النقد الدولي ويمشي يزيد في النسبه ديال تعويم الدرهم المغربي، واللي الدرهم المغربي كيمشي بارابور اشحال كيساوي الدولار الامريكي، واش طلع واش هبط، وهنا يقدر يوصل المغرب واحد لافايت ولا واحد الافلاس اللي يكون بحال اللي وقع دغنيغمون
مع لبنان يولي الدرهم المغربي ما كيساوي والو. ماشي غير بحال لبنان، غادي نوليو كثر من لبنان، غادي يولي الفلوس ديالنا ما ساويين والو، غادي ندخلو في واحد الفايت ولا واحد الافلاس لا قدر الله لا تحمد عقباه. دونك ما تنساوش خليو لي الراي ديالكم فيما يخص هذا الموضوع، كذلك الموضوع الاول ديال الملك محمد السادس والميزانيه ديالو والميزانيه ديال البلاطات ديالو. وكما وعدتكم في اول حلقه غادي نتكلم على المرحوم السيد محمد الفيلالي اللي توفى على عمر يناهز 72 سنه. محمد الفيلالي الغني عن التعريف، كل شيء تعرفوا، كان شخصيه كبيره داخل المغرب، كان اول واحد دار الجرائد المستقله اللي ما تابعت حتى شي حزب، كان هو اول واحد دار دي جورنو بريفي او مارو، هو اول واحد جاب الكاريكاتور في المغرب كما تيقولوا ليه شارلي ايبدو ديال المغرب، كان استاذ فنان وصحفي كبير اعطى الكثير لهذا الوطن، اخبار سوق، اسبوع الضحك السياسي وعدة جرائد اخرى. كان السيد محمد الفيلالي مديرا لها داخل المغرب وخارج المغرب، كذلك كان عنده واحد الجورنال في فرنسا. غتلقاو فيديو اللي فيها شويه من الاعمال ديالو ولا شنو دار في الحياه المهنيه ولا في الحياه الفنيه ديالو، غادي تلقاو لو ليان ديال لا فيديو الاولى في الكومونتير الاول. السيد محمد الفيلالي كان غادي يتكرم في المهرجان الدولي للكاريكاتور هاد السنه، لكنه توفي في واحد الظروف اللي حنايا كنشوفوها ميستيريوز والناس كاملين اللي تعرفوها، واحد الظروف غامضه وغامضه جدا. وهذا الشيء ادى لدرجه ان وكيل العام هو قرر على انه يفتح تحقيق حول ملابسات وفاة السيد المرحوم السيد محمد الفيلالي. السيد محمد الفيلالي اللي كان خدام واللي كان اللي كنا تكلمنا معاه ولا اللي كان تكلم معاه عدنان الفيلالي فقط لافاي ولا كان تكلم معاه الليله اللي كان مات، كان السيد في صحه جيده، ما كنقولوش باللي غادي يموت الى اخره، حنا ما غنسبقوش الاحداث. كنشوفوا باللي الوكيل العام هو اللي امر بانه يتفتح تحقيق، داروا جوج ديال لي زوتوبسي باقيين ما عارفينش علاش مات المرحوم السيد محمد الفيلالي. حنا كنتسناو في التحقيق كما قلت لكم، ما غاديش نسبقوا التحقيق ولا ما غاديش نعطي الراي ديالي ولا ما غاديش ننتقدوا حتى شي واحد، نتسناو ونحترموا التحقيق. ومتعرفوش كندعوكم على انكم تشوفوا لا فيديو ديال لوماج اللي دارها عدنان على الاب ديالو. قالوا لي لحد الان ما مصدقينش باللي السيد محمد الفيلالي فارقنا وفارق الحياه. السيد محمد الفيلالي المحب للحياه والمحب للعمل اللي كان كيخدم اخر يوم في حياته، كان باقي خدام باقي مجد، كان فنان، كان بزاف الاشياء. ما بغيتش نزيد نتكلم على هذا الشيء، كندعو نتمنى على انكم تدعي معاه بالرحمه والمغفره، ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو على ابعد نطاق، وتخليو كما قلت لكم الراي ديالكم فيما يخص الموضوع الاول والموضوع الثاني والموضوع الثالث اللي كيخص الشعب المغربي وتيخص مستقبل المغرب وبلدنا الحبيب. نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه. السلام عليكم، باي باي.